المصريين يحبوا آل البيت حب غير طبيعي، بس أراه إنه طبيعي جدا على المصريين فعلا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عليهم أجمعين وعلى عطرته الشريفة المشرفة. من زمان جدا كنا بنقول يا جماعة لازم يتعمل ترميم وتطوير لمساجد آل البيت وآثار موجودة للصحابة وللصالحين وما إلى ذلك. ولما بدأ مشروع عظيم ورائع بتوجيه مباشر وواضح وعلني وإصرار وإرادة حقيقية من فخامة الرئيس، بدأنا الحقيقة بمنتهى السرعة وبدأت عمليات الترميم والتجديد والتطوير، حاجة تشرف زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي في مسجد ستنا السيدة زينب. تم الانتهاء من تجديده وترميمه وتطويره وحضر سلطان طائفة البهرة. والحقيقة انه سلطان البهرة والطائفة دائمي العمل معنا في مسألة تجديد وتطوير مساجد آل البيت والصحابة. فشيء بالنسبة لي رائع وجميل، بالنسبة لي بقى شخصيا جدا السيدة زينب. السيدة زينب دي بالنسبة لي ذكريات، وأنا بروح مولد السيدة زينب وأنا صغير قد كده مع ماما، كنت صغير كده أصغر من كده والله، يمكن أنا عندي مثلا 5 6 سنين. كنت أروح مع أمي ولها كان صديقة عزيزة مقربة اسمها طنط ميرفت. طنط ميرفت كانت تحب السيدة زينب جدا، وهي أصلا من مواليد السيدة زينب. فكانت ماما بقى دايما تروح بصحبة طنط ميرفت للمولد. فأنا حبيت السيدة زينب ووقعت في غرام مساجد آل البيت منذ هذه اللحظة، زي ما بقولك كده 5 6 سنين. بل أقول لك أنه حتى في المولد نفسه لعبت في الألعاب الشهيرة بتاعة مولد السيدة زينب. مين في مصر ما بيحب ده؟ احنا زي ما كنت بقول كده لزميلاتي أدا وريهام في الأول، ده الحقيقة إنه جزء من البركة اللي موجودة في بلدنا هي أضرحة آل البيت الكرام. معايا على التليفون الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أقول ألف مبروك ولا أقول الله ينور ولا أقول الاتنين؟ أستاذ يوسف مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء النور. وأنا بعتبر النهاردة هو يوم من أهم الأيام. والله. يمكن يعتبره المحبين أنه عيد من الأعياد. إعادة يعني فتح وتطوير مسجد من أهم مساجد جمهورية مصر العربية، مسجد ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ولكن في البداية أستاذ يوسف خليني أتوجه بكل الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريف سيادته النهاردة بافتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بعد إعادة التطوير الشامل والدقيق وغير المسبوق اللي احنا شفناها. ويمكن كل السادة المشاهدين شافوا إزاي المسجد أصبح صرح إسلامي عظيم بيشهد على فن العمارة الإسلامية. ويقف افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم على ما تم من عمارة بيوت الله عز وجل وما يتم في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون شاهدا على أعظم يمكن عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة. خليني برضو أقول لسيادتك على جزئية يمكن أشار إليها فخامة الرئيس في كلمته النهاردة، إن هذه المناسبة هي ثالث مناسبة تمر اليوم بافتتاح مسجد ستنا السيدة زينب، ويمكن قبلها كان افتتاح مسجد ستنا السيدة نفيسة طبعا، وقبلها على طول برضو كان افتتاح مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فده إن دل يا أستاذ يوسف يدل على خطة الدولة المستمرة في تطوير وإعادة ترميم مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخطة الشاملة التي أشار إليها السيد الرئيس في كلماته اليوم، أن هناك خطة كبيرة جدا يتم استكمالها لتطوير مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وسائر المساجد الكبرى. ويمكن المشهد اليوم التي رصدته الكاميرات من حجم التطوير اللي تم
وفي التوقيت والسرعه اللي تم بيها التطوير مع الدقه في اخراج هذا المشهد المهيب كما نراه جميعا الان لمسجد ستنا السيده زينب، يدل على اهتمام شديد من الدوله المصريه باخراج مساجد ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد. ويمكن الامر لن يقتصر فقط على مساجد ال البيت، ولكن ايضا سوف يدخل معه المساجد الكبرى والمساجد الاثريه، بدءا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد اخرى كثيره، وصولا الى القلعه ومسجد السيده نفيسه ايضا. فخليني اقول من خلال برنامج سيادتك، جزا الله سياده الرئيس خيرا عن عماره بيوت الله عز وجل خير الجزاء. امين. طب دكتور عبد الله، انا عندي حلم كبير، وهو احياء وتطوير وترميم مقابر الصحابة البدريين في البهناسة. نعم. هل موضوع في الخطة؟ خليني أقول لسيادتك إن 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 الكلمة اللي أشار فيها فخامة الرئيس اليوم إن في خطة كبيرة جدا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحب الكرام. إن شاء الله يكون الجزئية اللي حضرتك أشرت إليها المساجد الصحب الكرام تدخل في ضمن هذه الخطة. و بنأمل ان تكون خطه التوسعه ايضا كما اشار فخامته تنال مساجد كبيره جدا من المساجد الاثريه باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، تحياتي ليكم، وانا اشاركك جدا التحيه والتقدير والشكر لفخامه الرئيس على هذه الاراده والاصرار اللي وصلنا إلى أنه احنا الحمد لله والشكر لله بدأنا في هذا المشروع الضخم والعظيم، ألا وهو ترميم مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.